4 حبات بطاطا مسلوقة مكعبات، عصير ليمونة، بقدونس مفروم من أشتال، خس من أشتال، 3 معالق كبيرة من الخردل، ملح وفلفل أسود، 4 معالق كبيرة لبن، ربع كوب زيت زيتون، وجوز مطحون للتزيين. هلا هي زكوتها بالصلصة كمان، بنحط زيت الزيتون. طبعا البطاطا بتاخذ يعني بتاخذ سوائل فبنكتر الليمون تشرب ايوه. بعدين بنحط الحلو فيها انه فيها مسترد ولبن ما فيها مايونيز فهاي زي ما قلت لك تكون خفيفه. حطينا بدل المايونيز لبن. هلا جبت خس ايسبرغ مقطع، في لانه عندهم ايسبرغ عندهم خس كامل وعندهم الايسبرغ مقطع، بدي احطه بالقاع. هلا هو زاكي نخلطه مع البطاطا بس انا عشان هلا بدي اطلعها على الهواء بطريقه حلوه، بس هو حلو انه ينخلط جوا. حطينا وراح اخلطها. حطينا الصوص. هلا والله ما بساعدك انا بالمطبخ، والله حبيبه قلبي انت. راح احط بس انا جزر ديكور عشان يعطيها لون. اه حبيبتي كتري اي، برجع بقول الجزر مش للطعم للديكور، اللي بحب يدخله بالسلطه هي بس زاكي بتكون طبعا. يا سلام عليك. قولي لي اذا عم بعمل شغلات. لا 100% تستحي الشفي ما مش لا مش بيننا حبيبه قلبي.